ماكرون يترأس اليوم اجتماع مجلس الدفاع الوطني لبحث إجراءات مواجهة الإرهاب بعد حادث نيس. ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة ستشهد هجمات إرهابية مثل حادث نيس حال فوز جو بايدن. بيان لقادة الاتحاد الأوروبي يدين الاستفزازات التركية شرق المتوسط ويحذر أنقرة من المسار السلبي. الخامسة صباحاً، الثالثة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة، أهلاً بكم. يترأس اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني بعد يوم من حادث الطعن الذي جرى بجوار كنيسة نوتردام بمدينة نيس. كان ماكرون قد تفقد موقع الحادث وأكد دعم سكان مدينة نيس في مواجهة الإرهاب، مشدداً على رفع حالة التأهب لحماية دور العبادة والمدارس. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستشهد هجمات إرهابية على غرار ما يحدث في فرنسا، وذلك حال فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في السباق الانتخابي. وقال ترامب في كلمة ألقاها بولاية فلوريدا إن بايدن يريد إلغاء القيود الخاصة بالدخول إلى الولايات المتحدة، وسيسمح لمهاجرين من أخطر مناطق العالم بالدخول من دون قيود لتبدأ هجمات مثل تلك التي تضرب فرنسا حالياً. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ليس سياسياً وفقاً لقواعد النخبة السياسية في واشنطن. وكتب ترامب في تغريدة على تويتر إنه لا يبدو سياسياً اعتيادياً، مؤكداً أن انتخابه في الدورة الأولى كان للكفاح من أجل الأمريكيين بشكل أقوى مما قام به أي رئيس أمريكي من قبل. أدان قادة الاتحاد الأوروبي استفزاز أنقرة وخطابها غير المقبولين تماماً، لكنهم لم يحسموا قرار اتخاذ إجراءات في حقها. وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عقب قمة أوروبية عبر الفيديو إن الاتحاد الأوروبي يدين التحركات التركية الأخيرة الأحادية في شرق المتوسط، مبينا أن تركيا لم تختار المسار الإيجابي في علاقتها مع أوروبا. دعا رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشانيان الولايات المتحدة لتسمية الجهة المسؤولة عن فشل وقف إطلاق النار بمنطقة كارابخ. وجاء في بيان صادر عن مكتب باشانيان أنه أبلغ مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين استحالة ضمان وقف إطلاق النار من دون الإشارة إلى الجهة التي انتهكتها، متهماً أذربيجان بأنها انتهكت اتفاقات حول وقف إطلاق النار 3 مرات، متجاهلة جميع قواعد العلاقات الدولية وجهود الرؤساء المناوبين لمجموعة مينسك. وأضاف باشانيان أن تركيا تدعم أذربيجان في ذلك الأمر. سجلت الولايات المتحدة رقماً قياسياً جديداً لحالات الإصابة بفيروس كورونا في غضون 24 ساعة، متجاوزة للمرة الأولى عتبة 90,000 إصابة جديدة وفقاً لإحصاء جامعة جونز هوبكنز. وأحصت البلاد التي شهدت تصاعداً في عدد الإصابات منذ منتصف أكتوبر نحو 90,290 إصابة جديدة، ليصل مجموع الإصابات إلى أكثر من 8,940,000 إصابة منذ بداية الجائحة. شاهدينا، في النهاية نحيط علم سيادتكم بأن تردد إكسترا نيوز HD هو 12303، ومعدل الترميز 27500، ومعامل الاستقطاب أفقي. نلقاكم بإذن الله في موجز جديد على رأس الساعة.